فشخة. انت متأكد انه بس 5000 دولار؟ ايه متأكد ب 5000 دولار وبس، ومبروك عليك السيارة. يلا. طب انت متأكد ان السيارة موديل 2011؟ شو عم تحكي انت؟ لك اذا مش موديل 2012 كمان. ابو فشخة، اوعى تكون مضروب السيارة. يا لين شو عم تحكي انت؟ لك غمش صغير ما فيها خلنش. رح تجنني انت، سيارة موديل 2011 ب 5000 دولار بس. يلا يا ابو الخلة اعملها تشيك وخلصني، عرفني يا زلمة. خايف يا لهنا. ليش خايف؟ ليش خايف يا ابو الخل؟ عم تاخد سيارة شركة. انت متأكد انها شركة؟ وحياتك سيارة شركة. خلص يلا ابو الخل. تفضل خيي. يخبرنا ربك هالقد بدها يعني. مبروك عليك السيارة، تفضل على التسليم. حبيبي انت خيك على انصبك، تفضل على التسليم. يا لهنا حبيبي يا ابو الخل. شو يا شباب الطيبة؟ جاهزين للتسليم؟ جاهزين حبيبي. ها، وهيدا مفتاحها مبروكة، وهيدا مفتاحها سوق عمالك. ها، وهيدا مفتاحها، واحلى مفتاح لاحلى ابو الخل. قلت لك احلى واحد مبروكة. مبروكة لبيع السيارة لاربعة يا نصاب. شو عم تحكي انت؟ ما تقول نصاب، انا من الاول قلت لك عم تاخد سيارة شركة. شو عم تحكي انت؟